واللي مهم جدا جدا ان احنا نتكلم فيه مع حضراتكم، وبالمناسبه هو ما يخصش النادي الاهلي بس، هو يخص عدد من الانديه الكبيره في مصر، اهلي وزمالك تحديدا كمان. ولم مش هكون ببالغ لو قلت بيراميدز، اكيد الاسماعيلي، عدد كبير جدا من الانديه الكبيره. وهو فيما يتعلق بايه؟ يتعلق بتقليص، فكره تقليص عدد الاجانب في مصر، والقرار اللي بصدد اتحاد الكره الاعلان عنه بعد او مع بدايه الموسم الجديد او قبل بدايه الموسم الجديد طبعا، يعني كلائحه تبقى موجوده في اللوائح الخاصه به بالمسابقات في الكره المصريه او في الدوري المصري. طيب تعالوا نتكلم كده بالراحه وبالعقل وبمنطقيه زي ما احنا متعودين. انا دلوقتي في الدوري المصري عندنا كام لعيب اجنبي؟ عندك 4 بيبقوا محترفين من اي دوله انت عايزها، وواحد من شمال افريقيا بتعتبره لاعب محلي، تمام؟ وده كان قرار خده اتحاد الكوره وطبق وماشيين عليه، فبالتالي الانديه كلها مشيت على الطريق ده. بالمناسبه عشان برضو ايه، مش عايز افكر بشكل سطحي زي البعض، واللي ممكن الناس تطلع تقول لك اه كلنا بنقول مثلا، يعني واحد ممكن يقول لك إيه كلنا بنقول اه لازم قرار ده يطبق. لا، ما نفكرش بشكل سطحي، في اراء ممكن تبقى في الاتجاه ده واراء في اتجاه اخر، ده طبيعي جدا، لازم يبقى في اختلاف في وجهات النظر، لكن دايما المصلحه العامه هي اللي بتحكم، تشوف مصلحه كل الانديه وتشتغل عليها. طيب احنا اشتغلنا او كل الانديه في مصر اشتغلت على ان هم بيجيبوا 5 اجانب بقى، سيبك بقى موضوع ايه ان هو لعيب شمال افريقيا، هو في الاخر اجنبي، 5 اجانب، فانت دفعت مبالغ ماديه كبيره عشان تستقدم هؤلاء اللاعبين وجبتهم وشغال وعملت معاهم عقود. انت بتعمل معاهم عقد سنه؟ في حد يتعاقد مع لعيب اجنبي سنه؟ لا، اقل عقد بيبقى 3 سنين، ان لم يكن اكتر من 3 سنين مع اي لعيب اجنبي. يعني الاهلي مثلا تقريبا يعني متعاقد مع اليو ديانج مثلا 5 سنين على ما اتذكر يعني. في لاعب اخر ممكن يكون 3 سنين بس، فما فيش ارتباط بلاعب اجنبي بيبقى سنه ولا حتى لاعب محلي. فانا دلوقتي خلاص سستمت اموري، رتبت نفسي ان انا متعاقد مع الناس دي، فغير المنطقي اطلاقا ان انا اجي بقى ايه عشان اتحاد الكوره عايز يغير اللائحه فاقول لهم يا جماعه شكرا سلام عليكم. طب انا لو قلت لحد شكرا منهم وخلاص انت مش مكمل معايا، هيبقى ايه الوضع ساعتها؟ الوضع هيبقى ان انا هدي له عقده كله، الوضع ان انا هتكبد خسائر ماديه كبيره. فهل ده في صالح الانديه المصريه؟ انسى خالص ان انا بتكلم من خلال شاشه قناه الاهلي، انا بتكلم دلوقتي في صالح الكل، وانا واثق تمام الثقه، تمام الثقه ان نادي الزمالك رايه زي النادي الاهلي، وده طبيعي. طيب لما تيجي تتكلم على المنافسه بقى، احنا يا جماعه دلوقتي تلاقي واحد يقول لك ايه، اصل احنا ما عندناش باك شمال في مصر وما عندناش مهاجم. يعني هو ده مبرر ان انا عشان ما عنديش مهاجم او باك شمال اقلل عدد اللاعبين الاجانب في الوقت اللي فيه دوريات كتيره جدا؟ وانا هقول لحضراتكم الامثله واللوائح في الدوريات الكبيره دي تبقى ماشيه ازاي وعدد المحترفين اللي بتبقى عندهم، وفي نفس الوقت بيبقى عندهم منتخبات قويه. لكن مش منطقي اطلاقا ان انا اروح مغير اللائحه او اقللها من 5 ل 3 علشان عايز ادور على مهاجم وعشان عايز ادور على باك ليفت عشان منتخب مصر. طبعا مصلحه المنتخب اهم من كل شيء عشان نبقى متفقين، ما فيهاش نقاش، لكن في نفس الوقت لازم اكون انا منطقي واكون دارس بشكل كويس جدا قبل ما اخد اي قرار. فانت هتيجي تقلل العدد، فهتضطر بعض الانديه ان هي تستغني عن بعض اللاعبين الاجانب بشكل كبير جدا بخسائر ماديه عظيمه جدا، فهتتاثر اقتصاديا في الوقت اللي فيه بعض الانديه الصغيره في مصر مثلا، وكل الانديه ليها التقدير والاحترام، بتشتغل على ايه؟ والموارد الاقتصاديه الخاصه بيها بتكون مبنيه على ايه؟ مبنيه ان انا ممكن اجيب لاعب اجنبي مش مشهور بمبالغ قليله وابيعه للانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك او ابيعه بره مصر. في امثله على كده؟ طبعا في امثله على كده، واحنا دايما متفقين على ايه؟ ان احنا لازم نرجع للتاريخ ونشوف. لما تيجي مثلا تجيب فريق زي المصري البورسعيدي، في يوم من الايام كان عنده لعيب اسمه اكوتي منساه، كان لعيب ايه جامد جدا جدا. فاللعيب ده الاهلي والزمالك اتخانقوا عشان، او مش عايز يتنافسوا عشان يتعاقدوا معاه، واللاعب كانت رغبته النادي الاهلي. تعاقد مع النادي الاهلي ساعتها على ما اتذكر في 2004، على اذكر 2004 او 2005 يعني، تعاقد معاه بمبلغ تقريبا 8 مليون جنيه مصري، كان ساعتها 8 مليون جنيه حاجه كبيره جدا، فاستفاد بيهم النادي البورسعيدي واصبح ده مورد بالنسبه له. طب بلاش المصري، تعالى نروح لوادي دجله،
وادي دجله عملوا ايه؟ جابوا قبل كده صلاح الدين سعيده. اللاعب لعب كويس جدا مع وادي دجله، الاهلي شاف ان هو كويس تعاقد معاه، فبالتالي فاز او شاف او اكتسب جوانب ماديه مميزه جدا. جاب لعيب زي ستانلي، الزمالك تعاقد معاه، فبالتالي دخل لهم فلوس كويسه. فالكل دلوقتي ممكن يكون بيبني موارده على الجانب ده، ان انا اجيب لعيب اجنبي وابيعه. فلازم ابص للانديه الصغيره دي كمان، بلاش الاهلي والزمالك، بص للانديه الصغيره دي كمان، وخصوصا في ظل قله الموارد الاقتصاديه لكل الانديه، يعني في ظل غياب عدد كبير جدا من الموضوع. يا جماعه محتاج دراسه بصراحه، لازم تكون دراسه وافيه للقصه دي، وازاي ان احنا نتعامل معاها، وازاي ان احنا ناخد قرارات فيها. طيب لما تيجي بقى تتكلم على مستوى الدوري، ويجي يقول لك ايه، احنا عايزين الدوري المصري قوي، وفي نفس الوقت يقول لك لازم نقلل عدد الاجانب. طيب تعال نشوف الامثله برضه. السنه اللي فاتت الدوري المصري كان عامل ايه؟ كان قمه المنافسه، اهلي زمالك بيراميدز الثلاثه بينافسوا. احد اسباب المنافسه دي ايه؟ اللاعبين الاجانب سواء في الثلاث الانديه، البيراميدز الاهلي الزمالك. الاهلي عنده علي معلول، كان وليد ازارو موجود، يعني معلول طبعا، وليد ازارو اجاييه، لعيبه تقال، لعيبه تقال اثروا ساهموا في المنافسه. الزمالك عنده مين؟ كان عنده فرجاني ساسي، عنده مثلا ايه حمدي النجاس ساعتها، عنده بعض اللاعبين المميزين جدا اللي ساهموا في المنافسه. بيراميدز كان عنده كينو، عنده بنافنتي، عنده عدد كبير جدا، جاب السنه اللي فاتت لعيبه كتيره جدا تقال قوي، فبالتالي كان في منافسه قويه. فانت اتمتعت بالدوري السنه اللي فاتت عشان الكواليتي بتاع اللعيبه اللي انت جايبهم الاجانب، بالاضافه طبعا للعيبه المصريين، كان كواليتي عاليه جدا، جوده عاليه جدا، فبالتالي ساهمت بشكل او باخر في اثاره بطوله الدوري والمتعه اللي بيرغب فيها المشاهدين بشكل كامل بخلاف انتماءاته. فده شق وجانب من الجوانب المهمه جدا اللي لازم الناس تفكر فيها. طيب هتيجي حضرتك دلوقتي تقول لي ايه؟ تقول لي طب ما احنا لو خليناها ثلاثه مش مشكله. طيب لو خلاص ممكن يكون احنا راينا غلط يا جماعه، مفيش مشكله، يعني كل واحد ليه رايه وليه رؤيته من خلال متابعته للاحداث، مفيش اي مشكله خالص. لكن لما انت مثلا دلوقتي لما تيجي تقول لو خلينا ثلاث لعيبه بس في الدوري المصري كلاعيبه اجانب، طيب هل ينفع ان انا من دلوقتي على طول او من بدايه الموسم اقول لازم تستغني عن اللاعبين الاجانب ويبقى عندك ثلاثه بس في القائمه؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم اخد الموضوع تدريجي. مثلا زي ايه؟ تعالوا برضو نرجع للتاريخ. لو تفتكروا حضراتكم لما كان في قرار من الاتحاد المصري بعدم تواجد اي لعيب في مركز حراسه المرمى يكون اجنبي، والقرار ده خرج بالتحديد في 2009 على ما اتذكر، وكان في حارس مرمى في حرس الحدود اسمه كاميني لو تفتكروا، في العصر الذهبي بتاع فرقه حرس الحدود يعني، وكان حارس مميز جدا واساسي في فرقه حرس الحدود. كان في حارس في الترسانه مش متذكر اسمه، رافائيل باين او حاجه كده، كانوا موجودين. لكن لما اتخذ القرار قال لك ايه؟ الناس دي طالما مرتبطه بعقود يبقى القرار ده ينفذ، ما يتجدد لهمش عقودهم، ينفذ بعد انتهاء عقودهم. يعني انت دلوقتي كان ساعتها كاميني ده في حرس الحدود كان موجود، لما طلع القرار ده كان ناقص في عقده قد ايه مع حرس؟ كان ناقص سنتين، فاستنيت السنتين يخلصوا وخلاص كده، ما ينفعش اجدد لحارس اجنبي. لكن طالما انا عندي الاجانب موجودين ما ينفعش اروح ممشيهم مره واحده، عشان البعض اللي بيقول لك خلاص اتحاد الكوره بصدد ان هو ياخد قرار بتقليل عدد الاجانب في الدوري المصري، لا لازم يا جماعه بعد اذن حضراتكم القرار يكون مدروس بشكل كامل، ولازم اخد اراء الانديه المختلفه. لان فعلا بخلاف الاهلي والزمالك في انديه بتشتغل على الجزئيه دي وبتكسب من الموضوع ده. طيب اخر